مقرن الاسم القادم القادم من الاهلي. الله مر تقدم للامام، هذا هدف. الله الله الله، جمال الهدف في لقطتين، جمال الهدف في تمريره وفي حطه، في تمريره وفي وضع رائع. عرضيه بعطيه محاوله نجدي جول، هي فتحاوي مراد مر، هي نفسه عرض كرة تسديدة. الله 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 الله، النبوذجي يربي هدف وحيد فريق الإعاد في هذه الكرة، لكن هذا هو فراس الهداف، فراس جول المباراة. الفتح يفتح الانتصار، لا لا لا، ماذا يقول الحكم؟ ديميرال بالورقة الحمراء، يتعدى سفيان والهدف الخامس، سفيان جول السويدي. الفتح اليوم الذي إن كان يحل الثامن في الدوري ب 11 نقطة، وهذه انطلاقة مراد على اليابان، انطلاقة أولى للنموذج، تسديدة وشالها باولو فيتا. Dzisiaj w meczach, które już się zakończyły, wspominaliśmy, Al Hilal tylko zremisował z ekipą Damak FC. خلص الكرة جو وونغ، محاولة تسديدة اصطدت إلى زاوية، استلم سعيد، ينتظر راح مراد، ينتظر لعب الكرة المح، الله على المرور، الله على سفيان، الله على الله الله الله، عدى بالخلف. مباراة الذهاب صالح العباس وعباس الحسن والتيو، عدى بكورته في وسط الملعب، جميلة جدا. سفيان الزبيدي والعرضية، محاولة خطيرة، جول، اوها اها، تلعب دور مختار، الله مختار من اللاعبين اللي يحافظ على كورته، هذه امام المرمى، المحاولة زيلريو، مرور رائع جدا وانيق من كريستيانو، من تيو اللاعب الاسباني، حاول يمرر، مراد باتنا، مراد مر قبل ما يمر يعدي، يحاول يموه، وقف على كورته، يلعب الكورة، الله الله. ثم من مختار إلى بن دبكة، سفيان، الله على تغيير لعب، نقلة تيو بالخطأ والأخطاء اليوم، محاولة الغامدي، لعب كورة اصطدت، سفيان شوف هو الفتح يعني يعرف ماذا يريد حتى الآن. الحديث عن نادي الترجي التونسي، الآن الكرة في منتصف الملعب، في محاولة وصلت سفيان بن دبكة، يغير الكرة، تعود من كريستيانو تيو في خط النص، المحاولة قائمة لصالح سفيان بن دبكة، نشوف الاستحواذ متقارب الى حد كبير، هو عنده شويه تعب صحي منع عن المشاركه في التمرين. سفيان لعب الكره لتجانيني تافاريس محمد علي، اللعب الطويل وعلى الاطراف، سفيان لحارس الكرات الطويله، سلاح الفريقين بصراحه في مباراه. احمد الزين مرر، كرته مقطوعه من نص الملعب، يس بود جروم بود تيراس اكوات ستراتا كتوريخ wcześniej nie było kompletnie. No i zobaczymy, czy coś będą w stanie pokazać zawodnicy gospodarza. Już wiemy, że جاك كوبريري يلعب الكره للفتح، الفتح اللي شفناه في شوط المباراه الاول اختفى في شوط المباراه الثاني الا في بعض اللحظات، الكره اللعب لصالح الفتح هي علي مباراه الليله، الكره عادت في الخلف لتعود في صالح الفتح بمنتصف الملعب، توحي بانه يشعر تماما بان هناك هدف قادم بالنسبه لفريقه، الكره تلعب في الجهات العرضيه بالاستلام، يحاول يمرر، مرر للامام، محاوله وانطلاقه حاول فيها سفيان، سفيان يتقدم، الجزائري مر الجزائري، تقدم الجزائري، عرض الكره، محاوله مروان، مراد الله، مراد بالخلف، سفيان غير الاتجاه عند الفتح، تجربة جميلة جدا مع هامبورغ الألماني،
باوك اليوناني عنده تجارب رائعة، مراد عنده تجارب في المرور كبيرة في التجارب وحوار كبير، مر مراد تسديدة straciu lażami teraz sporo chaosu w środkowej strefie boiska مروان يلعب كرة جانيني في أول لمسة في المباراة انطلاقة سفيان من دبكة يمر من الأمر والدرب انطلاقة bramki strzeżonej przez Marcelo Grohe. Tak, Zelayan ma znakomicie ułożoną nogę. To jest piłkarz, który jak ma... الكاميروني هذا اللاعب لاعب اجاكسيو الفرنسي عنده شو شوف المرتده شوف المرتده شوف المرتده المرتده تيو بلعب لجانيني جانيني تقدم هذا الخطير جانيني لو مر خطير لو مر خطير لو مر خطير لوكاس مانويل مروان سعدان مختار علي وعباس الحسن تيو سفيان بن دبكة وصف الوسط ملعوبة لمصلحة سفيان يلعب كرة للأمام Znalazł się w Lizbonie no i zrobił absolutnie światową karierę. حاول الفتح تسجيل هدف ثاني كذلك هو الحال الفيحاويين كرة تمر الفتح سيذهب إلى المجمع أمام الفيحة في الأسبوع القادم هي الكرة في النهاية للفتح سفيان بن دبكة الآن المرور الأول والمرور الثاني راح الجزائري الدوسري الجيزاني تعاون صعب وهو يريد أيضا أن يكون أيضا مع دي ماري كري من الجناح الأيسر محاولة الهجوم لكن الافتكاك ممتاز عن طريق اللاعب